الوراد الموضوع يعني بيقدم حاجة لها توعية، لها قيمة ولها هدف، وبيفتش عن المعنى. معانا مشرفنا دلوقتي الشاب المصري باسم حامد، وصاحب يعني قناة على اليوتيوب اسمها روشيتا، صح كده؟ بنرحب بيك يا باسم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذنا العزيز، استاذي العزيز الفاضل الاستاذ مرسي عبد العليم، تحية لحضرتك وللسادة المستمعين. طبعا شرف لي مشاركتي البرنامج بتاع حضرتك المتميز، حضرتك اسم كبير في الاذاعه المصريه، شرف لاي حد والله ان هو يعمل مداخله مع حضرتك. الحقيقه بشكرك جدا باسم حامد، من النماذج يا جماعه الرائعه جدا في الشباب المصري الواعي العاقل الراسي اللي يعمل حاجه لها معنى. فيروح عامل قناه اسمها روشيتا، وعمرها كام يا باسم؟ عمر القناه قد ايه؟ والله يا فندم هو طبعا هو دي بقى من التحديات، هو عمرها من 2014. هايل. طبعا في قنوات كتيره جدا بتطلع بسرعه الريح اكتر من كده، ولكن العنصر اللي هو اللي بيتكلم عن المعرفه للاسف ملوش يعني اقبال من الجماهير زي البرامج اللي هي او القنوات اللي بتقدم محتوى يعني غير هادف او محتوى للتسليه فقط. طبعا بطبيعه الحال فالواحد بيحاول ان هو يبقى متواجد على قد ما يقدر ينشر الوعي. حصلت على دبلومة توعوية من مؤسسة إدراك الأردنية، دي منصة تعليمية بتشرف عليها الملكة رانيا العبد الله. درست فيها الصحة النفسية للطفل، درست فيها صحة الحامل والطفل، درست فيها إزاي كمان الحفاظ على الصحة العامة بالتغذية. صراحة فيها يعني كم من الدبلومات التوعوية رائعة يعني. وجدت يعني منصة اليوتيوب طبعا منصة للتعبير عن اللي عندك بشكل كبير وبشكل أكثر توسعا. طبعا زي ما حضرتك عارف والناس والسادة المستمعين عارفين، في قنوات كتيرة جدا بتقدم محتوى غير مفيد، مقالب ومش عارف تحديات ففي ظل هذه الأجواء فالواحد حاول ان هو يدخل المنافسة بس ينشر المعرفة وسط هذا الكم. وبرضه لذلك انا بشكر حضرتك لتحت الفرصة يعني لامثالي عشان يعني الواحد. القناة اسمها روشيتا. الروشيتا يا فندم. الروشيتا. الروشيتا. الروشيتا مع اسم حامد، يعني اي سيرش او اي بحث الواحد هيوصل للقناة دي على اليوتيوب. بالضبط كده يا فندم. انا عاوز اخد من كلمة الوعي عند باسم الحقيقة، يعني انا بحييك على فكرة ان كل واحد عارف حدوده وعارف تخصصاته. انت لا تشخص ولا تقدم دواء ولا علاجا، انت لا. توعي الناس، وده ده ده يعني مهمة او وظيفة من وظائف الاعلام اللي احنا كلنا بنسعى اليه. بص يا فندم على سبيل المثال يعني انا لما اجي اقول ان على الامهات او اي سيدة مثلا حامل انها تروح للطبيب، انا بقول لها روحي للطبيب واعملي الفحوصات اللي بيطلبها منك، فهي مش بتبقى مستوعبة الكلمة بتاعت انها تروح تعمل فحوصات. فباجي اقول لها مثلا خدي بالك ان تحليل زي الغدة الدرقية مهم جدا، اللي عندها مثلا قصور في الغده الدرقيه ممكن يحصل مشاكل للجنين كذا كذا كذا. انا مش بقول ايه العلاج، انا بقول لها الخطوره لو هي ما راحتش عملت الفحوصات دي عشان تطمن على نفسها. اما مساله العلاج وتشخيص والكلام ده دي مساله طبعا الساده الاطباء. تمام. ويعني تحيه وتقدير ليهم طبعا، لا يتعدى حدودهم. صحيح. ما معكش مساعده من يعني منهن من الجنس اللطيف باعتبار يعني ربما بعض الخصوصيات الخاصه بالمراه تعرف توصل لها؟ بمعنى ايه يا فندم؟ يعني ما معكش واحده مساعده في القناه مساعدينك مثلا او ترجع لها كاستشاره؟ والله انا عايز اقول لحضرتك ان اكبر مساعده ليا هي زوجتي لانها احد الحالات. ايوه كده اعترف. ايوه كده قول. لا طبعا يعني انت عايز تنكر ان في وراك جنود مجهوله يعني. لا ده وسند كبير كمان يعني. طيب باسم حامد صاحب الروشيتا، دايما الواحد سعادته بيبقى من رد الفعل لما رسالته توصل وحد يبعت له او يكلمه، خلاص تبقى كده جبرت يعني كده. تمام. الحمد لله. احكي لي كده عن موقف رسالتك وصلت وانت يعني كنت باسم او مبتسم من رد الفعل. بص يا فندم عايز اقول لحضرتك ان في رسالتين اسلجوا صدر الواحد وحسوا ان الواحد فعلا بيقدم الحمد لله رساله توعويه بتوصل للناس. اول رساله جاتني من احدى الاخوات في الجزائر.
يا سلام. وبعتت لي وقالت لي في تعليقات يعني اللي بتنشر على الفيديوهات بتقولي ان انا مرة واحدة حسيت وزني زاد فجأة ووشي ورم وإيدي ورمت وحاسة بارتفاع ضغط الأسيد الضغطية لقيت الضغط عالي. حسب كلام الأطباء هذه أعراض تسمم حمل. طبعا الفكر بقى علاج التسمم هي بقى دي الجزئية الثانية اللي هي ليست تخصصي. صح. هنا جيت قلت لها ملحوظة أختي الفاضلة حضرتك الأعراض اللي انت حكيتيها قد يكون تسمم حمل. اذهبي فورا للطبيب. ذهبت فعلا للطبيب وأبلغتني بعديها بيومين قالت لي يعني جزاك الله خير لأن حضرتك فعلا طلع كلامك صح وإن تم تشخيص فعلا بتسمم حمل ولحقنا الموضوع قبل ما يتطور ليه ان هو تنتهي رحلة الحمل تماما. الموقف من الجزائر. الموقف الثاني كان من ايه؟ الموقف الثاني كان من العراق. كان اخت برضو في العراق. في كتير من الامهات في فترة الحمل مش بيبقوا مستوعبين ان هما لازم ينتبهوا لحركة البيبي عندهم الجنين. فالطب بيقول ايه؟ الطب زي ما درستها في الدبلومة التوعوية اللي انا خدتها ان مهم جدا ان السيدة الحامل تعد عدد حركات الجنين في الشهر التاسع بالاخص انها لا تقل عن 10 لعبات في 10 توقيتات مختلفة. اقل من كده لازم تروح تستشير الطبيب فورا لانه لربما ممكن يكون في خطورة على الجنين ان الغذاء اللي بيصله بدأ يقل. فبالفعل السيدة دي قالت لي أنا للوهلة كده بقلب في الفيديوهات اتفرجت على الفيديو اللي انت بتتكلم فيه عن النقطة دي وانتبهت لأن البيبي مش بيتحرك العدد اللي انت بتقول عليه ده. رحت للمستشفى فورا دخلوني طوارئ وولدوني لأن قالوا لي أن الجنين كان في حالة خطرة. طيب والحمد لله يعني عندنا موجز انباء بسبب حاجة زي كده أنقذت روح بني. عندنا موجز انباء بس هروح له وارجع لك علشان نأكد كيف تقدم هذه القنوات قنوات اليوتيوب يعني توعية وخدمة للناس بشكل صحيح. نروح لموجز الأنباء وخليك معانا. باسم حامد صاحب قناة الروشيتا يكون معانا على الهواء في عز الزحمة. مش بس الشارع لزحمة، اليوتيوب زحمة، الاتصالات زحمة، السماء تمطر قنوات يوتيوب وتمطر قنوات تلفزيون وإذاعات. الدنيا زحمة، وسط الزحمة لازم تلاقي حاجة لها قيمة، تفتش عن الذهب، تفتش عن الماس، تفتش عن الناس اللي لها معنى. معاكم لسه هندسيا محمد نور والإخراج لثناء الحلواني. بنجدد التحية بالمبدع باسم حامد صاحب قناة يوتيوب الروشيتا، ونؤكد مرة أخرى أنها محاولة أنك تقدم معلومة وقيمة وتاخد بإيد الناس على جسر المعرفة والتوعية وعلى جسر النور، مش مع وصفات، مش مع يعني كلام أو تتاجر بأحلام الناس. باسم الحقيقة أنا برحب بك مرة تانية وكنت عايز أخد منك بقى خلاصة التجربة أو روشتة القناة. لو حد من الشباب يفكر يعمل قناة على اليوتيوب تنصحه بإيه؟ بص انا انصحه الاول ان هو ما يهدفش الى الربح لان تملي كتير جدا انبهروا بفكره قنوات اليوتيوب وموضوع ان في طبعا يوتيوبرز كتير قوي حققوا ارباح مهوله فكتير قوي من الشباب بيبصوا للنقطه الاخيره اللي هي الارباح فلما بيحط عينه على الأرباح بيفشل من البداية لأنه ما حددش هدف مناسب عشانه. الفكرة لازم تلاقي فكرة تكون مدعمها بحاجة قوية عندك عشان تنجح فيها. وخد بالك لازم الموضوع ياخد وقته شوية. بعض الشباب بيبقى متسرع جدا في ان هو عايز يصل بسرعة. هو في الحقيقة في ناس بتوصل بسرعة لكن للأسف بتوصل من الطريق الخلفي وهو الطريق اللي فيه تنازلات اللي هو بيبقى فيه بيجرح حياته الشخصية. صحيح. بيعرض أهل بيته لأن الناس كلها شافت كل حاجة. فالأسلوب ده اللي هو اللي هي التفاهات يعني معذرة هذه الكلمة ولكن التفاهات التحديات الأسلوب ده وللأسف هو ده اللي انتشر. يعني انت هدفك الهدف ان يكون عنده هدف يعني سامي في رقي. الهدف ده من اهم الحاجات اللي بتخلي الواحد ان هو اولا يبقى راضي عن أدائه والناس راضي عنه لان ممكن انت مثلا تعمل هدف غير نبيل وغير شريف ويتحقق ارباح بس ممكن تاخد دعوة من حد
او بسببك يعني ما ترضيش حد او مثلا بتتاجر بمشاعر الناس زي ما حضرتك. والله انا سعيد جدا اني بسمع الكلام ده من شاب حقيقه لسه الدنيا بخير، ان حد حريص على القيمه وحريص على الهدف وحريص على توصل للرساله وحريص على وعي الناس. بس عاوز اقول ان انت يعني 30 كده او 32 ونص مثلا 36 وماشيين على 37 وربع يعني وربع. فالحقيقه انا سعيد جدا، والرسائل اللي بتوصلك دي بتسعدني شخصيا لما حد يكلمك من الجزائر او العراق او اي بلد ومن مصر. والله ولله الحمد ان القناه يعني متوسعه فيها كمان على فكره رسائل بتيجي من، بس عشان وقت البرنامج، في رسائل بتيجي والله حتى من الولايات المتحده الامريكيه ومن هولندا ومن ايطاليا، ناس يعني بيبعتوا رسائل يعني الحمد لله ولله الحمد، يعني شكر للمعلومات اللي احنا بنقدمها. احنا زي ما بقول لحضرتك احنا مش بنعمل حاجه غير اكتر ما احنا بندل الطريق، يعني حضرتك زي ما بقول حاجه مش سهله انك تدل الناس على الصح، يعني دي حاجه حلوه جدا. يعني محمد نورتنا وشكرا جزيلا. اشكرك يا فندم، شكرا يا فندم، شكرا جزيلا.